في يعني خلينا ناخد جانب الناس الجانب التاني شويه. في ناس بتقول لك ايه اللي هم المتحزلقون والمثقفون والمدعون، يقول لك انا اسف انتوا ليه عاملين القلق ده كله؟ يعني ما في الميثولوجيا الاغريقيه والرومانيه من الاف السنين كان اللي ماشي طبيعه بيعملوا للالهه وبيعملوا للجنس تصورات جميله واشكال محببه، والناس كانت عايشه معاها ومتعاطفه معاها والحياه كانت حلوه وبيس. انتوا ليه النهارده في القرن ال21 وفي عصر الفينتوثانية وعصر غزو الفضاء والعصر الديجيتال ماركتينج والكلام ده كله جايين النهارده منزعجين انكم بدنا نتكلم على الجنس؟ دي حقيقه طبيعيه ودي حريه، انتوا ليه بتقاوموا الحريات؟ في ناس ده مبرراتهم هذه الفزلكه اللغويه. يعني انت رايك ايه الناس اللي زي دي لما هنقابلهم وبنقابلهم وموجودين اللي هم بيدعوا بيعتبرونا احنا نوع من الرجعيه؟ اللي احنا بنعمله ده نوع من الرجعيه، الناس دي يرد عليهم نقول لهم ايه؟ اقول له صفه الخداع ان اقدم لك انصاف حقائق. المخادع ايه هو المخادع؟ ان اقول لك حاجه شكلها حلو بالنسبه لك او تسمعها او تعجبك وفي باطنها شيء تاني حاجه تاني بس انا ما اديتلكش كل الحقيقه فانا بخدعك بالظبط. فلما يقول لي في الميثولوجيه الاغريقيه واليونانيه وكان في عباده الاوثان زمان كان في عباده الاوثان في الهياكل ممارسه الجنس وممارسه الجنس الجماعي وكل ده كان احد مظاهر العبادات الوثنيه وده صحيح ده موجود في التاريخ احنا مش هنغير التاريخ فالسؤال بتوع الناس المتحذلقين ودي كلمة صح من حضرتك، انتوا يا جماعة ليه بتتضايقوا من الكلام عن الجنس؟ اجابتي ثلاث حاجات. ممكن؟ اتفضل. نمبر 1 احنا ما بنتضايقش من الكلام عن الجنس. انا قلت لحضرتك في الحلقة اللي فاتت لو فاكر انا اديت كورس Child Christian Sex Education بمرحلة الطفولة المختلفة في الكنائس المختلفة ودي موجودة على اليوتيوب ابتداء من فترة الحمل. عظيم جدا. قبل الولادة يعني من بابها لان في ناس يقول لك فترة الحمل وده فاهم حاجة يبقى بص على الحلقة تعرف ليها معنى علميا ولا لا. اكيد طبعا بس مش هنخش في دي دلوقتي. فاحنا الكلام عن الجنس وهدفه في الحياة والاستمتاع الجنسي بين الزوج والزوجة احنا ما عندناش اي مشكلة في حاجة زي كده وبنناقشها علميا وبنعترف بيه وبنعترف بيه يعني وبنعترف بيه طبعا مش بنلغيه مش بنطالب بالغاء ولا حاجه احنا ما قلناش كده نمبر 1 نمبر 2 الميثولوجيه الاغريقيه واليونانيه واللي كانت في الحضارات القديمه اوكي انا مش هتكلم هم كانوا بيعملوا ايه انا سؤالي بسيط قوي حد يقول لك كده تقول له تعالى يا فهيم اسمه استاذ فهيم استاذ فهيم يا استاذ فهيم هي الحضاره دي راحت فين بالظبط راحت فين؟ لا دول كانوا ناس سعداء وكانوا ناس سعداء مفرفشين عندهم حريه مش زي التقفيل اللي بيتكلم عن ممنوع تكومنا راحت فين؟ ناس مفرفشه وناس في منتهى الجمال والاستمتاع هم راحوا فين؟ بالظبط كده صحيح. اقول لك العلم بيقول ايه حضرتك؟ بيقول ايه يا دكتور؟ المشاهد ممكن يخش على كتاب انا ما جبتوش معايا كتاب كبير غالي وتخين بس لو ممكن تطلبه لو انت انترستد يعني اوكي اسمه سكس اند كلتشر ده كتاب غير ديني لا طب واضح بالسؤال اوكي من عنوانه اوكي مؤلفه راجل من انجلترا من زمان من 1934 قبل حركة التحرر الجنسي والجي موفمنت والهوموسيكشوال موفمنت اسمه أنوين UNWIN خد بي اتش دي درجة الدكتوراه كان بحثه جميل قوي قعد عدد الحضارات اللي مرت على البشرية من الحضارة السومرية والأشورية واليونانية والرومانية والإغريقية والفينيقية وحضارات الأستيك في جنوب أمريكا لقاهم كام؟ 80 80 حضارة 80 حضارة البحث بتاعه كان إيه؟ الحضارات دي
ليه انتهت وازاي اللي انتهت وايه سبب انتهاء سبب انتهائها لا في كل الحضارات في كل الحضارات عناصر مشتركه. انت حضرتك فاكر لما اتقابلنا مره قلت لي اربع الحضارات ليها اربع درجات اربع مراحل بتقول انا وده الراجل بتاع علم الاجتماع بالامريكي ما هو كاتب درس 22 حضاره لمده 41 سنه لان نفس الفكره هي نفس المراحل هي الاربع مراحل هم السبب انحدار الحضارات واللي احنا دلوقتي ده سؤال كنت محضره لحضرتك تفتكر ان احنا دلوقتي بقى في المرحله الاخيره لانه هو احنا يعني المرحله الاخيره هو وصفها بالوضع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي اتفضل حضرتك كمل الاربعه الدرجات بدايه الحضاره الازدهار ايوه البلاتو كونستانت ثابته جمود وبعدين الانهيار فالكيربي بيبقى كده ابتدينا طلعنا وصلنا للقمه يبقى فكرني اقول على القمه كلمه وبعدين نبتدي ننزل القمه يعني ايه يعني القمه الحضاريه العسكريه والعلميه بمفهوم الزمن ده مفهوم القوه بمفهوم القوه بالدرجه العلميه بتاعتهم قوه علميه زي ما احنا عايشين النهارده في امريكا في دوله متقدمه جدا علميا ومتقدمه جدا عسكريا لكنها للاسف الشديد في حاله انحدار خلقي يعني صح للاسف الشديد فلقى ايه الاستاذ الدكتور انوين لقى الحضارات دي انتهت بسبب معين وليه ممكن اقولهم عشان دي تهم المشاهد لان هتوعينا هو ده اللي احنا عايزين نعرفه ده مش كلام ده كلام علمي موثق بناس ملهاش دعوه بالاديان صحيح. وقبل الحركه دي ما تتولد اللي جي بي تي كيو انا كل موضوعنا كله بالعلم ملناش علاقه باديان ولا بحاجه تانية ده صح فلقى ان الحضارات دي بعد ما ابتدت ازدهرت علميا وحضاريا وعسكريا واختراعات واستولت على كذا كذا الامبراطوريه الرومانيه استقروا راح راحوا استقروا اوكي حصل ايه اهملوا الاسره ما انت بقى في الطب فانت راجل انجزت فالاسره النواه الاسره النواه ده تعبير علمي في علم الاجتماع دي حقيقه الاسره المكونه من بابا واحد طبعا واحد انت بتقول طبعا دلوقتي مش لازم يبقى طبعا لا دلوقتي مفيش لا وفي اكتر من واحد في اكتر من بابا واحد بابا وواحد ماما واحتمال اولاد الاسره دي اللي كونت الحضاره وساعدت الحضاره انها تقوم وتزدهر ابتدى بقى ايه نلعب فيها نشوف كل واحد مزاجه ايه فابتدى انحدار انحدار الحضارة بهدم الحضارة one family at a time أسرة واحدة واحدة من اللواني أسرة وأن وين دوت عمل في ملخص الكتاب ده كان نهاية البحث بتاعه اللي خد عليه درجة الدكتوراه إن أي حضارة في العالم من الثمانين اللي فاتوا عندها اختيارين يا اهتم بالأسرة والأولاد والتماسك الزيجي عشان الأسرة تكمل في الحضارة تكمل في الازدهار والامتداد أو أهمل الزواج والأسرة والأطفال وبالتالي الحضارة دي من كل 80 حضارة لا يمكن تعيش بعد 50 سنة يعني لو ابتديت تلعب في الأسرة قدامك 50 سنة قبل ما ده يبقى تاريخ خلاص الويسترن سيفيلايزيشن